متساوية مع فريق المريخ السوداني، ولو أنه صعبة يعني فوق أرضية ميدانه، لكن تبقى الحظوظ متساوية. راح تكون مباراة صعبة، وهي مباراة نقدر أن تكون هي نهائي بالنسبة بيننا وبين المريخ السوداني. إن شاء الله نكونوا حاضرين بها، على الأقل نعودوا بنتيجة إيجابية. بطبيعة الحال خاصة وإحنا مع بداية الموسم في العديد من اللاعبين اللي خرجوا من الفريق، يعني غادروا الفريق، فلذا عدم الاستقرار هو اللي خلى الفريق يلقى المشاكل في المباراة الأولى. بطبيعة الحال ولو حتى أنه نخرج من هذا دور المجموعات يعني ليست بالكارثة، لأنه الفريق تجدد بنسبة كبيرة، ورايحين نطمح أن نكون فريق يكون طموح بالنسبة لدوري ربط أبطال المقبلة إن شاء الله.